حبيبي أدون، لأنك كتاب عمري المفتوح أهديك هذا الكتاب، لأن قلبك مدينة فرح بحجم الأرض أهديه لأطفال الأرض، لأنك كبير مثل ظل سنبلة سأهديه للكبار، لأنك تنمو في روحي كشجرة وتعشعش في قلبي كطائر وتمشي في دمي كأكسجين سأهديه لكل الكائنات. أحبك أدون. أمي، هل تعلمين أنك نهر ألوان؟ كنت أنام في حضنك الأخضر كبستان، وأسمع صوت قلبك الأزرق كالسماء، وأنظر في عينين تلمعان كنجمتين، وأستمع لحكايات من فم دافئ كشمس صفراء. ذات يوم شعرت بقلق كبير حين تذكرت كلام الطبيب، وفكرت أحقا لن أكون قادر على التعلم؟ ورحت ككل الأطفال أفكر ماذا سأصير في المستقبل؟ في تلك الليلة حكت لي جدتي حكاية بائع الفرح، ذاك الرجل الذي يرسم الفرح على الوجوه دون مقابل، فنمت وحلمت أني أطير في سماء ملونة. في اليوم التالي كنت أراقب قوس الألوان عبر النافذة حين انزلق فوقه بائع الفرح، ثم نقر على شباكي وسألني ماذا تريد؟ طلبت منه علبة ألوان، لكنه أعطاني قوس الألوان كله وسألني ماذا ستصير حين تكبر؟ وقبل أن أجيب اختفى بائع الفرح. في الخريف رسمت على الطائرة الورقية شمسا وأرسلتها للطيور وهتفت لا تخافي من الريح يا طيور، قريبا سأصير معكم، فلوحت لي الطيور. وفي الصيف رسمت على رمال الشاطئ وجها يبتسم، وقلت للأسماك لا تخافي لقد رحل الصياد، فابتسمت لي شاكرة. ورسمت لجروي أبا وأما فراح ينبح بسعادة كمن يقول لم أعد وحيدا. رسمت يدا لصديقي الذي فقد يده، وبيتا كبيرا وضعت فيه كل الأطفال الذين تهدمت بيوتهم، ورسمت طعاما وألعابا للفقراء. وذات يوم نمت في حضنك يا أمي، وسمعت بائع الفرح يسأل ماذا ستصير في المستقبل أيها العصفور؟ فأجبته قبل أن يرحل أنا مثل أمي، رسام وبائع فرح. تناذر برادر ويلي. أول تحديد لتناذر برادر ويلي كان في العام 1956 من قبل الأطباء السويسريين برادر ويلي والبهارت. وصفوها على أنها مجموعة من العوارض المرتبطة باضطراب نادر يظهر عند الولادة. ليس هناك أي دليل تمركز عرقي، وطني أو جنسي. تسجل تقريبا حالة واحدة من تناذر برادر ويلي من كل 25,000 ولادة. يحدث تناذر برادر ويلي عندما تختفي بعض الجينات الأبوية، وذلك لأحد الأسباب التالية: فقدان الجينات الأبوية على كروسوم 15. ورث الجنين كروسوم 15 من الأم مضاعفا ولا كروسوم 15 من الأب. هناك خطأ أو خلل ما في الجينات الأبوية على كروسوم 15. ينتج عن تناذر برادر ويلي مجموعة من المشاكل الجسدية، الذهنية والسلوكية. يشكل الإحساس الدائم بالجوع أحد أهم عوارضها التي تبدأ عادة بعد السنة الأولى. تظهر علامات تي بي واو على مرحلتين: مرحلة الرضاعة وفيها ضعف واضح بالعضلات، ملامح وجه مميزة، وبطء في النمو. مرحلة الطفولة الأولى وفيها توق للطعام ينتج عنه إضافة سريعة وكبيرة للوزن، توقف لتطور الأعضاء الجنسية، ضعف في التطور الجسدي خاصة في تكوين العضلات، صعوبات في التعلم، مشاكل في القدرات الكلامية والسلوكية، واضطرابات في النوم.